القاعده بالقبل في الشرائط المشهور عن بن لادن يعني. فنحن امام وضع لابد لسلامة الجيش المصري، لسلامة البلد، لسلامة الاعتقاد العام ان في دولة لا زالت قائمة حتى لو كانت في وضع صعب. العمل العسكري في سيناء محتم، لكن طب انا عايزة اناقشك في حاجة يا استاذ عبد الله اذا تفضل. يعني حضرتك بتقول ان العملية العسكرية ده شيء محتم لسلامة الجيش المصري واعادة الهيبة والكرامة وكمان المجتمع المصري اللي برضه عايز اقول لحضرتك هو عايز يحس بنصر، عايز يحس بانجاز هو حققه، مفيش انجاز على الوضع الاقتصادي او السياسي فهو منتظر شيء إيجابي يحصل، منتظر بالفعل العملية دي تنجح. لكن تكلفة هذه العملية لو لا قدر الله قواتنا المسلحة والعملية هناك كان نتيجتها أنه والله جنودنا المختطفين ما قدروش يعني 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 يكونوا سالمين، فساعتها يعني وضع الجيش المصري وقوته صورته قدام المواطن شايف أن دي تكلفة عليها تحملها؟ لا بالضبط بالضبط. يعني اولا لازم نعترف ان العمل العسكري في سيناء او العمليه العسكريه في سيناء لن تكون عمليه بسيطه او مبسطه او سهله البنان. احنا بنتكلم عن عصابات مسلحه وتنظيمات مسلحه، بعضها للقاعده، بعضها جهاديه سريه، وبعضها تنظيمات اخرى، في تمركز واسع في سيناء وفي اسلحه متقدمه، والوضع الامني منهار بصوره كامله في سيناء، وفي مشاكل ومظلوميات لاهل سيناء لابد من تلبيتها. الرئيس مرسي راح 4 مرات وما عملش حاجه، الفريق السيسي راح عده مرات وبرضك المشاكل لا زالت كما هي. فنحن امام معالجه واسعه لقضيه سيناء. لو حد هيتصور اننا امام عمليه تحرير رهائن زي ما كان خط الطيارات زمان او متمركزه في احدى الاماكن المعلنه، انا اظن ان هذه العمليه بطبيعتها من اهدافها طبعا الافراج او تحرير الاسرى، لكن انا اظن ان بطبيعتها وتكون فاشله ان لم تفعل ذلك هي استعاده الامن في سيناء على اوسع قدر ممكن يسمح بحل المظلوميات. يعني فهي بطبيعتها عمليه واسعه، واي حد هيتصور انها عمليه جراحيه محدوده هو لا يدرك حجم التعقيدات الامنيه في سيناء. ولو حد قصرها تاليا على اهميه العمليه العسكريه على انها مجرد عمليه عسكريه دون ربطها بحل المظلوميات في سيناء ومصالحه اهلها والنظر بطريقه مختلفه، ويمكن انا اتكلمت معاكي قبل كده عن ضروره وجود وزاره الدوله لشؤون سيناء ووزاره يكون برب النائب رئيس وزراء عنده صلاحيات واسعه. يعني ترك سيناء على هذا النحو العشوائي امنيا وتنمويا هو الذي اوصلنا لهذا الحد. لكن في كل الاحوال نتيجه الفيديو والاختطاف فان العمل العسكري محتم، وانا بتصور ان احنا في لحظات حرجه و يعني كلنا عمل عسكري محتم مع كلفه سياسيه وعسكريه محتمله. نعم، عمل عسكري محتم مع كلفة عسكرية وسياسية محتملة ممكن الجيش المصري يدفعها. في كلفة سياسية وفي كلفة عسكرية، ولا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو بالتخبط العشوائي لنظام الحكم الحالي في بورسعيد، في الضفة الأخرى من القناة، وفي مدن القناة، وفي التحرش مع القضاء والتحرش مع الجيش والروح المعنوية المنخفضة في الداخلية. و يعني ما يتم في مصر الحقيقه جريمه كبرى سوف ندفع ثمنها. الحل العسكري مش هينفع، انت محتاج كمان حل سياسي في البلد وان تدار الدوله. شكرا ليك يا استاذ عبد الله. استاذ عبد الله السناوي الكاتب الصحفي، بشكرك يا فندم على وجودك معنا.